سيدة بتقول احنا في بلد ارياف من عادات النساء اذا تأخرت حملها، تأخر حملها، يزوروها المقابر، يقولوا دي اتشهرت او حد دخل عليها بلحمة فما يعني توقف حمله او يعني ما حملتش، فتزور المقابر. وبتقول ان احيانا بيحصل بعد هذه الزيارة، معرفش بقى، تزور بالليل، يخضوها، يعملوا اي حاجة من الحاجات دي، فيحصل، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يحصل بعدها حمل، فبيصدقوا في هذه الزيارة، وعادة منتشرة وموجودة، وللأسف ممكن يقوم بها بعض البنات اللي المتزوجين حديثا ويكونوا حاصلات على بكالوريوسات وليسانسات، بس العادة، العادات والتقليد بتغلب يعني في الريف. ما الحكم في هذه الصورة؟ هذا الفعل طبعا غير جائز، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يعلق آماله بالله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بأمر أو بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا أمر مقدر. أما بقى الذهاب للمقابر وكده، لا، فهذا لا يحل. الله عز وجل هو النافع الضار، بيعتقدوا في هذا اعتقاد فاسد، لأن الله عز وجل هو النافع الضار. أما صاحب المقبرة فهذا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا. تمام. ينبغي على الإنسان أن يعلق آماله بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفاتح الغيب خمس، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. مفاتح الغيب خمس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مفاتح الغيب. أواخر لقمان. أين آخر سورة لقمان؟ نعم. فلا يحل الإنسان أن يعلق آماله بشيء سوى الله تبارك وتعالى. هذا الذي يحدث. طبعا المشاهرة أو المشاهرة دي طبعا هي أمر محدث من دين الله عز وجل. هذا ما قال به أحد قط، لا من الإنس ولا من الجن في المسألة دي خالص. كلام محدث طبعا تماما. وبالتالي لو كان في مثلا ضريح لحد من المشايخ او بيسموهم الاولياء، نعم، وتم الاعتقاد فيه بهذا الامر، فيبقى في خطر على العقيده. هذا يكون شركا. يدخل في بعض. النبي صلى الله عليه وسلم حذر ذلك واخبر ان هذا يعني هذا كان من عاده اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. قالت عائشه راويه الحديث: قالت يحذر ما صنعوا. هذا الامر عند اليهود والنصارى، اما في ديننا فليس، يعني هذا ليس في ديننا. نعم. إنما هذا كان أمر كان قبل مجيء الإسلام. نعم. كما في سورة الكهف، اتخذوا على مسجدا، ابن عليهم مسجد. نعم. نعم. في هذه الجزئية كان هذا شرع من قبلنا، والعلماء يقولون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يعني يمحو هذا الذي كان في شرع من قبلنا. فلا يجوز الإنسان أن يعتقد بشيء إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتخاذ قبور هؤلاء الصالحين، الصالحين هؤلاء لنفسه، أما هو فلا يملك لنفسه شيئا، لا نفعا ولا ضرا. ولا ضرا. بارك الله فيك.